طبعا بقى لقيت لكم حتة وحش راكن كده معروض للبيع، قلت ما هنش عليا، ما فرجكوش عليها دي، لازم تشوفوها وتعرفوا سعرها كام. على فرجكم على الوحش بقى. طبعا بورش، دي بورش بوكستر جي تي اس، حاجة سبورت طبعا خارقة. دي ب62,500 يورو يا بلاش، وماشية 81,000. طبعا 81,000 ولا حاجة يعني، طبعا سبورت. مش عارف مش باينة بقى من جوه ولا لأ، مش عارف. طبعا حاجة أسطورة، قلت لازم أفرجكم عليها برضه. معرفش بقى دي لو نزلت مصر طبعا هتبقى ب10 مليون مثلا. 62 يعني، لو ضربنا في 18 هتعمل لها 1,100,000 مثلا، حاجة قلة الأدب يعني.